تذكاري ومنطقة المقابر وطبعا مزار عالمي. بنشوف مدينة العلمين الجديدة ان بعد 75 سنة في الجيل الماسي لمعركة العلمين اللي كانت يعني 23 اكتوبر 42، يبقى العالم كان بيزرع الغنم هنا واحنا بنعمل ريفيرا جديدة في جنوب المتوسط. النقطة الثالثة ان احنا ندفعهم جزء من اللي عملوه، او على الاقل لو مش هيدفعوا ان يبنوا دفعوا دفعوا المانيا دفعت لاسرائيل اكثر من 65 مليار دولار، فيبقى في شيء ملموس في حضور الثلاث قاده، يبقى في احتفال عالمي، يبقى في احتفال فني معاه، يبقى في زي ما بقول لحضرتك على الاقل يبنوا احياء او حاجات على نفقتهم او حاجات خدميه في المدينه الجديده وفي راس الحكمه وفي العالمين، ويبقى في نوع من التنشيط بدل ما بناخد معونات ربما معظمها فني اكثر منه مالي، يبقى في مطالبات ببعض الخرائط للقوات المسلحه. اعتقد ان يعني يمكن الرمال اهلت حاجات كثيره وغيرت مسارات في ارقام عميقه دلوقتي بتتكلم تكاليف هائله جدا في ازالتها. يعني قصدي ان احنا ممكن نستفيد بهذه المناسبه، انا بقول حاجات عفو الخاطر انما مناسبه زي دي يجب الا يتم التفريط فيها او انها تمر كده يعني مرور سريع علينا من غير ما نستفيد منها. وعدد كتير جدا ما اعرفش ان مصر كانت مسرح الناس ذكرتها مسرح لوحده معركه فاصله في معارك الحرب العالميه الثانيه، وهي اللي نقلت او حولت الجذر بتاع الغرفاء الى مد لشمال افريقيا ومنها الى صقليه ايطاليا وابتدى تحرير اوروبا بعد. هي حضرتك طبعا على الفكر والطرح الرائع ده، بس مستوى الرؤساء او زعماء الدول المانيا والنحو والحلفاء اعتقد ده مستوى الرئاسه، يعني الدعوه هتيجي من فوق، لكن على الجراوند بتاعي وانا رحت اما موضوع الاحتفال والحفل فاحنا يعني توقف على حسب كله بنحيي بتاع الشرق الاوسط واللي اذاعه التلفزيون ومبادئه الاستاذ امل مفقود رئيس الحي بتاعها على مجهودها بتعمل حاليا من بعيد. تاني امجاد حفل اضواء المدينه اللي كنا بنسمع عنها زمان، واول حاجه هتعملها حاليا في شرم استرداد السياحه وخلافه، والحفله الثانيه هتكون عندنا في مطروح. انا اعتقد ان احنا ممكن نتواكل مع الحاج التركي كده دكتور ياسر ونتواكل معاه حفل اضواء المدينه يبقى الحفل الفني مع الهلال المحمود. الحفل الفني ان احنا ممكن نعمل طريقه فيها اوبراليست ايطالي مع حد ايطالي حد بقى كل ده بنعمل حاجه. انا عايز مناسبه زي دي طبعا يعني دي طبعا زي ما حضرتك قلت طبعا ده يعني القول الفصل فيها لسياده الرئيس، واعتقد هو عنده يعني معلومه وصلته ف نقدر نستفيد منها. التلفزيونات العالم هتيجي طبعا هتيجي وكلمه العالمين الناس عارفاها بره يمكن اكتر مننا طبعا، فانت ممكن بنفتتح المرحله الاولى من مدينه العالمين في الوقت ده بنركز عليها زي ما استفدنا قبل كده من مؤتمر صادق. لا انا بشرحها في العالمين يعني حاجات كتير ممكن نعملها. عندنا مشروع مكسيمي مشروع المطور الاقتصادي هنقسمه في شهر 6 مرحله اولى منه مثلا. ده تكلفته 14 مليار جنيه احد المشروعات اللي احنا وقعناها. انا بتكلم في الترويج انك تروج اسم العالمين في العالم وتقدر تقول على هامش هذا التوقيت ممكن نعمل حاجات كتير عده انشطه في ذلك الوقت. انا بس يعني عايز اضيف حته على لسان فنان سليمان، يعني انا في موقع احسن موقع في العالم واحنا في الحلم واحنا بنتناقش مع بعض كده واحنا في منى، فبيقول ان احنا بص على كده حواليك على العالم عواصم دول بتقع عواصم دول سقطت ومصر بتبني عاصمه اداريه. ده معناه صح يا مصر؟